السلام عليكم، تنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معاكم المركز ديال الحامض. بالنسبه للكميه ديال الحامض تتبقى على حسب الرغبه. انا عندي هنا كيلو ديال الحامض وعندي 400 غرام ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر تبقى على حسب الذوق. ودابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نحكو الحامض، نحيدوا ليه هذه القشره، نحكوها، تنحاولوا اننا ما نوصلوش لهاد القشره البيضاء لان هي تطلق واحد المروره. تنحاولوا نحكو غير الفوق واحد شويه هكا. صافي، وغادي نستمروا على الطريقه حتى نكملوا. ودابا بعد ما كملنا في الحكان غادي ندوزو نديرو في واحد الاناء ونضيفو له سكر سنيده ودابا غادي نحاولوا اننا نمزجوا سنيده سكر سنيده مع قشره الحامض مزيان. وممكن وبالنسبه للقياس ديال السكر سنيده تبقى على حسب الذوق، ممكن ديري حتى 500 غرام وانا اكتفيت غير ب 400 غرام. صافي، وغادي نستمروا على الطريقه وغادي نحتفظوا به جانبا ونوجدوا الحامض. نقطعوه صافي، وغادي نستمروا على الطريقه حتى نكملوا انطلاقه. دابا بعد ما عصرنا العصير ديال الحامض غادي نزيدو غادي نضيفوا لهذيك سكر سنيده والقشور ديال الحامض. فنصفيو باش داك العلوف وداك الشيء يحيد ما يبقاش فيه. صافي، ودابا تنحركوه مزيان. صافي، ودابا غادي ندوزو نغطيوه بالبلاستيك الغذائي وتيبات في الثلاجة ليلة كاملة، وممكن انكم تبيتوه حتى اكثر، ممكن حتى 48 ساعة. هو كل ما بات غير مزيان، يعني ديك السنيدة تطلق مزيان. وبالنسبة الوقت تندخلوه للثلاجة كل شوية تنحركوه، تنحاولوا اننا فيما حلينا الثلاجة نحركوه باش ديك السنيدة تذوب.
لان هي اصلا الوقت اللي عندها دخلوا الثلاجه حتى تكون هي حاتله في القاع ديال الجبانيه. صافي تنحاولوا كل مره نحركوه ساعه نطلقوا ان شاء الله باش نكملوا التحضير ديالو. ودابا بعد ما دازت ليله كامله على المركز ديال الحامض ها هو كيفاش تيولي على هذا الشكل هكا. صافي دابا غادي ندوزو باش نطحنوه. صافي ودابا بعد ما طحناه صافي غادي ندوزو باش نصفيو. بالنسبه لهاد القشور ديال الحامض تنحتفظوا بيهم، ممكن نستعملوهم في الكيكه في الحرشه في الغريبه ديال الحامض، المهم تنحتفظوا بهم حتى هما في المجمد. صافي وهادو تنديرهم في التشوبينه تاع هو تنحتفظوا به في المجمد، والوقت اللي تنبغوا نستعملوه تنضيفوا ليه اي فاكهه عندنا، وممكن انكم ديروا معاه غير الماء غير هو والماء بوحديتهم. صافي الوقت اللي تيجمد تديروه في الثلاجه وتيجمد تتبداو تهزوا منه المقدار اللي بغيتو، يعني جوج معالقات ثلاثه على حسب الكميه اللي بغيتو، وتضيفوا ليها الماء بارد صافي وتستعملوا. ممكن تضيفوا اي فاكهه متوفره عندكم، ما كانش تديروا غير بوحديتو. وتنتمنى من الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو اخر باذن الله. مع السلامه.